غير حط ولده في صندوق ووالو ما كاين لا شراجم لا شي حاجه، وحاط 40 درهم داو 40 درهم. قال لي ماما راه قراونا في واحد البراك هكا. قلت لي ليه يعقل دوي مع الحارس في الباب يشبع بك معيور ما يبغيش يسمع لك. كنشكركم على الاستماع. خويا المشكل اللي عندنا التلاميذ متضرين، المدرسه فيها اربعه الاقسام، كاينه شي مدرسه فيها اربعه الاقسام في هذا العصر هذا؟ المدرسه فيها اربعه الاقسام، كاينه شي مدرسه فيها اربعه الاقسام في هذا العصر هذا؟ راه مستحيل، راه ما كايناش، راه ما كايناش في ما مشيتي ما كايناش، كاينه هنا في بني خلف. المسؤول ما كاينش، المدير ما كاينش. بغينا غير شي مسؤول ندو معاه لكان شي مشكل تاع التلاميذ ولا ما كاينش، ما عندنا معاه من نهضروا. ندو مع الحارس في الباب يشبع بك معيور ما يبغيش يسمع لك. وفينا هو المسؤول؟ حنا اللي غيسمع لينا ويسمع الاضرار ديالنا وديال الوليداتنا. وكنتمنوا من المسؤولين يسمعوا لينا. هات حاط لهم صندوق، جابوا لهم صندوق من الاخر صندوق. واش تحط ولادك في صندوق؟ واش كاين شي مسؤول المدير نيت ولا اي واحد غيحط ولده في صندوق؟ والو ما كاين لا شراجم لا حتى شي حاجه، وحاطين 40 دري كدا و 40 دري في القياسين. 40 دري؟ اه 40 كدا و 40. ما يمكنش، راه ما يمكنش اخويا يكون اكثر من 40 دري في القياسين. والاقتضاد واللي بغا ينوض غير الطواليط ما عندهم ما عندهم ضوء، ديما محنين. عندنا الواد، عندنا الزباله، كاين الزباله حاشاكم حتى هنا في الشتا والبرد كيتكرفصوا وكيجوا غارقين غارقين بالماء، كيجوا مسرطين وحتى حنا معاهم ما كنلقاوش منين ندوزوا. هاد الطريق ما كاينه مقوده، الطريق بعدا تاع المدرسه، هاد البيست راه الشور دزوا منها، راه كلشي كاين، كلشي راه حتى حاجه ما كنقولوها كذوب، راه كلشي باين، راه كلشي صوروا هات صوروا كلشي باين. وكنتمنوا المسؤولين غير يسمعوا لينا، راه عيب هادشي، راه حشومه والله، راه شي البهيم وتحشم تحطهم في هذاك الكوري، والله الا حشومه وحق الله تحطهم في الصندوق، راه عيب، راه كيتخنقوا ولادنا كلهم مراد، شي عادي شي، راه ما كايناش المراقبه، والمسؤول فينا هو اللي غيسمع لينا بعدا، يسمع الاضرار ديالنا. كنتمنوا المسؤولين توصلهم هذه الرساله ديالنا ويسمعوا لينا ويلبوا الرغبات ديال التلميذ. فينا هو هذا الجيل؟ هيا ها هو المونديال كاين، فينا هو؟ فينا هي 2030 وباقا هاد البلاد كاع ما بغات تقدم؟ واش كاينه شي مدرسه فيها اربعه الاقسام؟ راه لا يعقل، راه حنا في دابا في 2024 وهاي دخل 2025، اش درنا؟ ما كاين حتى حاجه، ما كاين حتى تقدم، راه هاد المدرسه راه من السبعينات، واش كاين مدرسه من السبعينات ما راشيه، ما عندهاش راجم، لا ما خلاوك يديروا لك 30 درهم تاع الجير، يصبغوها بها يديروا لك شي لوان، صافي، فين هما الاصلاحات؟ ما كاين حتى حاجه، ما كاين حتى حاجه، خاص المسؤولين يحضروا، ما كاين حتى شي مسؤول، خاصهم يحضروا ويديروا حل هاد الوليدات، هاد الجيل اللي طالع. هاد الجيل اللي طالع وباغي انهم يقراو راه مزفتين، ما كيقراو والو، اساسيد مره يجي مره ما يجيش، مره دابا راه حيدوا لهم استاذ، ولات استاذه كتقرا من العربيه والفرنسيه، ولا يعقل كاين شي مدرسه بحال هكا، راه ما يمكنش، وكيطلعوا مزفتين الكوليج، يقرا في الاعداديه كيبقى يسقط، السابعه يعاود يسقط، لا طلع ثاني عامين يطلع الثامنه يبقى يسقط، ما قراصو ما عارف والو هنا، جمله فرنسيه والله ما يسقمها بالله ولا عرفها. والو تقول العربيه ومعكله عندهم الكتبه عندهم الله يسر، خط طالع هك وخط طالع لتحت بزاف. خاصها تكون العنايه بهاد المدرسه وهاد الجيل، خاصه يطلع بعدا اللي حنا معولين عليه ومعوله عليه الدوله باش يطلع ويخرجوا اساسيده ويخرجوا معلمين محاميين، راه لا ما هذا خرجوا مزفتين، اش غيخرجوا اش غيديروا؟ اش كتمنوا من التلاميذ؟ ورا خويا اش كنقول لهم؟ كنطلبوا المسؤولين الله يرحم لهم الوالدين يديروا لنا شي تاويل تاع الخير، الله يدير لنا شي تاويل تاع الخير، كنطلبوهم يديروا لنا شي حل، حنا ما طالبين حتى شي حاجه غير مدرسه تكون قاده لوليداتنا على مستوى، تكون في المستوى. والله جزاهم بخير، هادشي اللي كنتمناو. حنا ولادنا ما نقدروش نبقاو ندخلوهم هاد المدرسه في خاطر، حقاش اصلا ريبه، شحال من قيسم ريب يقدر في اي لحظه يطيح. ودابا اليوم جابوا لي صندوق، غدا يجيبوا لي صندوق اخر يدخلوهم، هما بهيم راه ماشي بهيم. كنطلبوا من المسؤولين يديروا لنا حل، الله يجازيهم بخير وشكرا حقاش سمعتوا لينا، شكرا لكم بزاف. دوار الخدود حنا كنطلبوا من المسؤولين، كنشدوا المسؤولين باش يشوفوا من حال هذه المدرسه. اول حاجه واحد القسم في دور التهميش، يعني كله مشقق، يعني وليداتنا في وقت البرد راه في خطر، يقدر يريب في اي لحظه. ثانيا كنتفاجئوا انهم جابوا واحد البراكه قراو فيها ولادنا البارح. انا بولدي، بالنسبه لولدي انا البارح جا قال لي ماما تخنقت، فاش تخنقت يا ماما؟ ما حين ولدي انا ما
قال لي ماما راه قراونا في واحد البراكه. قلت لي لا يعقل غير لحقوا لهذا المستوى ولادنا يقراو في البراكه. لا يعقل ماشي براك ما فيش الشراجم، ما الكلمه ما خدامه. جات الاستاذه شوف الكلمه لقاتها الخيوط مقطعين، يعني واحد الحاله لا يتلى لها في المدرسه. ثانيا كيجي وقت البرد والشتاء كيولي الفيضان قدام المدرسه، كتش في المدرسه لداخل كيولي لابيسين عندنا لداخل، الدراري الشراجم كلشي، ما حتى حاجه ما مصايبه حتى حاجه. حنا بغينا نعرفوا فين هما المسؤولين، المسؤولين على هذه المدرسه جمعيه الاباء. المدير ما كيجيش لهذه المدرسه، ما المدير ما كنشوفوش في هذه المدرسه. على الاقل خاصو يكون عنده يومين في السيمانه يجي يراقب المدرسه، يومين في السيمانه على الاقل خاصها تكون يجي يراقب هذه المدرسه. رئيس الجمعيه الاباء كنا نعرفوا حتى حنا فينا هو. انا ما يلا اول مره كنتفاجئ به، حتى هو يساعدنا الله يجازيه بخير، ونطلبوا منه يعاوننا، ونطلبوا من المسؤولين نطلبوا من المسؤولين يشوفوا من حال هذه المدرسه، ويشوفوا من حال وليداتنا اللي راه غادي يضيعوا. الزباله حاشاك راه في جنب المدرسه، من هوك ومن هوك، يعني الدراري ولادنا ضايعين، ضايعين بزاف. حنا ما طالبين من والو من المسؤولين الا هذه المدرسه تعاد النظر فيها، يبنوا لنا الاقسام ويصلحوا لنا المدرسه، وحنا اللي بغاو حنا معاهم فيها. وشكرا. حنا ولادنا ثلاثه في الطاوله، ثلاثه في الطاوله. الدراري كيفاش هاد الاستاذ باش غادي يوصل لهاد التلميذ، باش غادي يوصل هاد التلميذ الكلمه ولا الجمله؟ صعيب عليه الحال هاد الاستاذ، هاد الاستاذ راه صعيب عليه الحال باش غادي يقري 50 ولا 60 في قسم واحد. صعيب عليه الحال، راه صعيب على الاستاذ باش يقري 50 ولا 60 ثلاثه في القسم. مستحيل ولا يعقل بان الاستاذ غادي يوصل للتلاميذ 60 واحد كلمه ولا جمله ولا. ولادنا ما كيدخلوش القرايه، يعني ملي غادي هذا غادي يبغي يستافد الاخر غادي يهدر. ماشي خاصهم يشوفوا من حال هذه المدرسه ويحاولوا يصلحوها لينا. حنا ما كنطالبوا حتى حاجه اخرى، بغينا غير المراقبه للمدرسه تكون المراقبه، وثانيا بغينا هذه المدرسه تعاود في الترميم ديالها. هادشي اللي كنطالبوا. وشكرا. غير لحقوا لهذا المستوى بلادنا يقراو في البراكه. لا يعقل ماشي براك ما فيش الشراجم، ما الكلمه ما خدامه. جات الاستاذه شوف الكلمه لقاتها الخيوط مقطعين، يعني واحد الحاله لا يتلى لها في المدرسه. ثانيا كيجي وقت البرد والشتاء كيولي الفيضان قدام المدرسه، كتش في المدرسه لداخل كيولي لابيسين عندنا لداخل، الدراري الشراجم كلشي، ما حتى حاجه ما مصايبه حتى حاجه. حنا بغينا نعرفوا فين هما المسؤولين، المسؤولين على هذه المدرسه.